بعد ما سمعنا صاروخ دخلنا زي هيك لقينا الشهيد هان والشهيد مرمي هان على طول حضرها. هاي وهي لسه قاعدين بنلم في اشلاهم وفي صبتين كانوا على الشارع موجودين ناس عزل لسه عمالهم قاعدين بيضبطوا في الضجيجين جديد نازحين لهم في المقاومه لهم في السيف ولا في الربه لسه قاعدين بيضبطوا في بيوتهم نازح وجاي يضبط مكان شارد من مكان وجاي للموت برجليه. هاي اللي انت شايفه هاي كله قدام عينك بيطلعهم اشلاء. شحروه تعال هنا شحروه I'm gonna go to the hospital.